السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اخوتي اخواتاتي، مرحبا بكم من جديد في الفيديو هذا. الموضوع ان شاء الله غادي نطرقوا ليه على السن المحدد او السن المطلوب في عقود العمل. باغي تدفع عقد عمل، شحال السن المطلوب؟ ديجا وشرحت لكم على السن المطلوب منين حتى لين. كيف ما شفتوا جبت المعلومة والخبر الصحيح كيف ما قلت لكم من عند ما جبتوا، وشفنا بان طالبين من 18 حتى ل 48 واحيانا حتى ل 50 سنه. ولكن شفت بعض التعاليق والاسئله، يعني في التعاليق كاين راه ناس طلعات ب 52 و 54 سنه، هما بطبيعه الحال نساء ولكن خدموا في دار. غادي نحاول انني نبسط لكم الشرح ونوصل لكم المعلومه الصحيحه. لهذا فاش انا هضرت على السن المحدد في عقود العمل يعني في الفيديو اللي قبل السابق، باش ما يطواش الفيديو قلت لكم غير منين حتى لين، ولكن ما شرحتش لكم بالتفاصيل داكشي. توصلت بعدة أسئلة، لهذا حاولت أنني ندير فيديو كي تعم الفائدة وكل شيء يعرف الإخوان المشغلين وأصحاب العمل. يعني هاد الناس هادو كيفضلوا بدون مبالغة بدون شك كيفضلوا الناس الصغار على الناس الكبار. يعني فاش كيكونوا الطلبات، الباترون مثلا غادي تفتح ديكريتو فلوسي إن شاء الله وخاصو 4 ديال الناس في المثال، خاصو 4 ديال الناس مثلا دفعوا عنده 4 الناس، دفع عنده واحد عنده 28، واحد عنده 30، واحد عنده 40، الاخر عنده 50 سنه في المثال. في نظركم لمن غادي يدفع الطلب الاول؟ من طبيعه الحال كيف ما شفنا وديجا هضرت لكم دائما على ان الوزاره ان شاء الله او دائما يعني كانت وان شاء الله غاديه فاش تفتح القانون ان شاء الله راها كتعتمد على النقر السريع، واللي دخل الاول هو اللي يعني كيستافد من العقد ديالو الاول. هذا المشغل هذا ولا الباترون فاش كيدير الطلبات من طبيعه الحال فاش كيعمر النموذج وكيحتفظ به نهار يتفتح القانون ويدير النقر السريع باش يدخلوا هاد الناس هادو ديالو الكوطا، في نظركم واش غادي يعمر للاول مول 50 ولا 52 سنه ولا مول 48 سنه، ويخلي مثلا ولا او يوخر كيف ما غادي نقولوا بهذا المفهوم هذا، ولا غادي ياجل يعني غادي يخلي هو الاخر هذا السيد هذا ديال 28 ولا 30 ولا 40 سنه. من طبيعه الحال كيعمر الطالب الاول هو الصغير وكيمشي داك الشيء من طبيعه الحال بالترتيب الاكبر سن، حتى ولا مثلا هذاك مول 50 سنه ولا مول 48 سنه ما دخلش للكوطه كيخرجوا ليه من طبيعه الحال الاولي اللي طلب ليهم وهما الناس الصغار. لهذا كيفضلوا انهم يخدموا ناس صغار من مثلا 25 28 30 40 سنه، ومن بعد كيجيو الناس الكبار. ولكن كاين بعض اللي هما عندهم 50 وعندهم 55 و60 وتبارك الله عليهم مازال يعني اعطيو ومازال عندهم قدره ديال العمل ومازال صحاح. المهم الاخوان الباترونات كيفضلوا الناس الصغار على الناس الكبار وكيدفعوا لهم طلبات هما الاولين، حتى الا دخلوا الكوطه الحصه المحدده كيخرجوا الناس الصغار، وان شاء الله الناس كبار كيحاولوا انهم يدخلوا بعقود عمل اللي هما غادي نقول لكم دابا. مثلا النساء يعني عيالات ولا بنات مثلا اللي هما كبار في السن، فاش كيدفعوا مثلا عقد عمل نديروا مثلا في البادانتي شكون غادي تقبل ليها عقد عمل؟ مثلا دفعتي في البادانتي امراه عندها 50 سنه ودفعات ايضا واحد البنت اللي هي عندها 20 21 ولا مثلا 18، يعني من 18 يكونوا طالبين من 18 الى ما فوق. في نظركم لمن غادي تقبل الطالب؟ من طبيعه الحال في البادانتي كيخدموا الناس الكبار اللي هما من 50 سنه لما فوق، يعني ماشي ما فوق حتى 70 ولا 80 سنه. يعني قد ما كانت المراه غادي تخدم في البادانتي كبيره احسن من وحده صغيره عندها 18 ولا 20 ولا 21 سنه، لان هذيك بنت 18 مثلا ولا 19 ولا 20 من طبيعه الحال كتخدم غير هذوك الايام اللي هما كيكون واحد السوايع ولا ايام محدوده ولا مثلا سنه حتى تقاد مثلا راسها وغادي تمشي تقلب على بطبيعه الحال تدبر على راسها وتقلب على خدمه اخرى اللي هي محسن، لان هذه البنت هذه مازال صغيره ومطلوبه في عده قطاعات عوض البادانتي، لان كيبقى البادانتي غير مثلا تديباني بها فقط. اما الناس اللي عندهم ما اكثر من 40 48 يعني في العيالات 48 50 ما اكثر، هاد الطلبات هادو ديالهم كيتقبلوا 100% في البادانتي على الناس الصغار. اللي باغي نوضح لكم الاخوان وهو السن كيلعب دور مهم في يعني طلب عمل ولا عقد ولا طلب عقد عمل، وبزاف ديال الاخوان يعني ناس اللي هما كبار من طبيعه الحال عندهم عائق ديال السن في
يعني في طلبات العمل وما كيلقاوش عمل بسرعة. وكيف ما قلت لكم في بداية الفيديو بأن المشغلين كيفضلوا أنهم يدفعوا الناس الصغار ويجيو يخدموا عندهم، فهمتوني يا أخوتي؟ أما بالنسبة للبادانتي راهم كيفضلوا يعني العكس، كيفضلوا أنهم يخدموا ناس كبار عوض ناس يعني جون ناس صغار. كنتمنى أنكم يعني استفدتوا من الفيديو، وغادي نشوفوا إن شاء الله في فيديو قادم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.